السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مرکبات میں دو سوالات دیے گئے ہیں. سوال نمبر ایک ہے، مرکبات کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. سوال نمبر دو ہے، مفردات اور مرکبات میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، مفردات الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں جبکہ مرکبات ملے جلے حرفوں کو کہتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر دو، مرکبات. ألف ألف لام ألف لام ألف لام ألف لام ألف ب ألف ب ألف لام ألف لام ألف لام 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 ألف لام ألف لام جيم لام جيم لام ألف لام ألف ب لام ب ب لام ب كاف 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 ب كاف ب كاف ت كاف ت كاف ألف كاف ألف كاف لام كاف لام ب كاف ت ب كاف ت ت كاف ث ت كاف ث ب ب ت ت ث ث نون نون ي ي ب ألف بألف نون ألف نون ألف تألف تألف يألف يألف سألف سألف بسين
بسين ياسين ياسين نون صاد نون صاد تزود تزود فطن فجيم فجيم تاح تاح نون خ نون خ ياح ياح بجيم بجيم يميم يميم بميم بميم نون ميم نون ميم تميم تميم ثميم ثميم بايا بايا يايا يايا نون يا نون يا تايا تايا ثايا ثايا نون بلام نون بلام بنون لام بنون لام تنون لام تنون لام يا